قال الإعلامي محمد شبانة بأن لاعب النادي الأهلي محمد مدي أفشة قد أصبح قريب من مغادرة صفوف القلعة الحمراء خلال الموسم بعد القادم، وهذا بعدما ينتهي عقده بشكل رسمي مع المارد الأحمر، ليصبح من حقه التوقيع لأي نادي آخر بدءا من يناير المقبل ودون الرجوع للنادي الأهلي بحسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم، والتي تنص على أنه من الممكن أن يوقع اللاعب لنادي جديد قبل 6 أشهر كاملة من نهاية عقده مع فريقه الحالي. وأشار شبانة في تصريحات إعلامية خلال الساعات الماضية بأن عقد اللاعب محمد مدي أفشة مع الأهلي سينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق جديد في يناير المقبل. ولهذا فقد بدأ بعض الوكلاء في عرض اللاعب على الزمالك، وذلك في صفقة انتقال حر لن تكلف خزائن الفارس الأبيض سواء راتب اللاعب فقط. وأكد الإعلامي محمد شبانة في تصريحاته بأن أفشة مستاء للغاية من الوضع الحالي في الأهلي، وخاصة لكونه لا يشارك بصفة أساسية مع الفريق، وبات خارج حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر خلال الفترة الأخيرة. وفي السياق ذاته قالت تقارير إعلامية بأن الزمالك مستعد لتقديم عرض مالي كبير للحصول على توقيع محمد مدي أفشة، وذلك مقابل 25 إلى 30 مليون جنيه في الموسم الواحد، وهذا بهدف إقناع اللاعب بالرحيل عن صفوف الأهلي وعدم تجديد عقده بعدما ينتهي بشكل رسمي في الصيف المقبل. ويذكر بأن وكيل أعمال اللاعب كان قد سبق وأكد بأن أفشة يملك عدة عروض احتراف خارجية، ومن بينها أندية تلعب في الدوريات الأوروبية وليس فقط من الخليج. وبحسب بعض المسؤولين في القلعة الحمراء فإن هناك نية لدى الإدارة للموافقة على رحيل اللاعب في حال وجود عرض مالي كبير، وهذا بعدما ظهر وبقوة عدم اقتناع المدير الفني السويسري مارسيل كولر بإمكانيات اللاعب، وبات حبيس دكة البدلاء في الآونة الأخيرة.